صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك والتسعة المعصومين بنيك وعلى أخيك وحامل لوائك السلام على البعيدة عن الأوطان وشريكة الحسين في الرزايا والأحزايا السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير حليف السجدة الطويلة والدموع الغزير والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة بالساق المرضود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف باب الحوائج موسى بن جعفر اعطف على الكرخ من بغداد وابكي بنا كنزا لعلم رسول الله مخزونا موسى بن جعفر سر الله والعلم المبين في الدين مفروضا ومسنونا هذه صفاته في الأشعار الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا ومن عم بالحسنى مسيئين باب الحوائج عند الله باب الحوائج موسى بن جعفر والسبب الموصول بالله غوث المستغيثين يا ابن النبيين كم أظهرت معجزة في السجن أزعجت فيها الوغد غيرنا وكم بك الله عافى مبتلا ولكم شاف مريضا وأغنى فيك مسكينا لم يلغك السيد عن نهج عن هدي وعن نسك إذ لا تزال بذكر الله مفتوح
كم جرعتك بنو العباس من غصصه تذيب. يرفع الون ارفعها حبيبي لا تستحيها، يا ليتك بالكاظمية تشوف الملايين الليلة. اي تذيب احشاءنا حزنا وتشجي على نعشك الأعداء قاطبة. أي ما حال نعشا له الأعداء يا أباك يا للطبيب. بسط الكفة تخبره لما تمكن من غسهم تبكين تمكينا. قاست يا مولاي ما لم يقاس الأنبياء وقد لقيت أضعاف ما كانوا يلاقونا. يا أويلي على الكاظم يدمع العين هلدم والله هلدم. قضى عمره بالعظيم ومات بالسم والله ما شاف الدنيا ولا ساعة ولا ساعة. هاني والله بسجين مظلم مجرع اسمه من منية. يا سجن هذا والله بطامورة السندي ما يعرف نهار من العشية. ويلي وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعار تسعار. نقول يا هاشم يا بني هاشم لا حل بعيونكم نوم والله نوم ابي تعتب عليكم واكثر اللوم. من بغداد ما وصلتكم علوم يا علوم يا خطيبنا علوم علوم علوم. تخبركم الكاظم مات مسموم مسموم وعلى جنازة السندي يحوم. اسمح لي ينادي إمام الروافض مات مليوم والله ينادي إمام الروافض مات هالي علامة علامة. جاوبني بالأبو ذي وإلك ثواب. علامة يسمونك يا ابن جعفر علامة الكتل والسم صبح ليكم علامة بيومك تنشر الوادم أعلام علامة. وينهم تروح زحوف لأرض الكاظمية اي تروح زحوف لأرض الكايا يا ضمي يا
السجان هي والله السجان بلشتي يخفف عني الأحزان. يقول لي ترى ما مات مثل حسين عطيان ولا شلال راس بعالي اسنان ولا لعبت عليه الخيل ميدان ولا ظل ثلاث ايام عريان ولا طبت الى الصيوان نسوان. اريد اقرا هذه القصيده بهذا الطار بعد تمثل لك مصيبه السجن كلها، بس خلي قلبك وياي. بسجن وبسام فجيعه قضى الكاظم يا شيعه، قضى الكاظم يا شيعتنا ندبوني على أهل الشر أبز طام وراس جنوني فعلتهم شنيعة قضى الكاظم يا شيعة قضى الكاظم سلاسل قيدوني. أصف لنا الطامورة الضوام يمر لعيون وتالي السم سقوني سقوني اندبو شيخ الطلي. هي اريد اسمع صوت القضى الكاظم. قضى الكاظم يا شيعه بعد تفصيل الجنا اريد صوتك ارفعه. اي والله الجنازه طلعوها على الأيدي ارفعوا وين ودوها الجسر فوق اطرحوها عز أمي الودي قضى الكاظم قضى الكاظم يا شيعة. أقسى بيت هذا يا عظم الرزق تدروش سوابي بيا اجا وفرجا علي بكت لجل الشريعة قضى الكاظم يا شيع. لكن ما تحلى الدمعة إلا بذكر الحسين ليلة جمعة. شي يقول بعد علي لا تهملوا العين أشوف تجاوبني وخلوا النوح إلى الله. الله علي لا تهمل العين وخلوا النوح إلى قضى دام الوريدين وعلى صدر رضيعة قضى الكاظم يا شيعة. إذا نعشي شيلو جد حسين ربو وراسه بطشت يهدو
ويسبون الوديعة. اي والله الكاظي قضى حتفه وشرب كاس، والله شرب كاسه لكن ما شاله لبطشت راسه ولا طاحت بلطشت منه أبراسه ولا ظالم قبل موت ابنعه. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن نبينا صلى الله عليه وآله قوله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. صدق نبينا صلى الله عليه وآله. طيبوا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الفرقة التي وقفت على إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يسموها الواقفية، لأن عندنا كيسانية، أفطحية، إسماعيلية، زيدية، خطابية، فرق كثيرة. هؤلاء قالوا الإمام موسى بن جعفر لم يمت، ولذلك شوف النداء: هذا موسى بن جعفر الذي زعم الرافضة أنه لا يموت، ها هو قد مات حتف أنفه. هذه الفرقة لعنهم الإمام الرضا عليه السلام وتبرأ منهم، فقال لعنة الله عليهم: لقد كذبوا، كيف لم يموت وها هو قد قسم إرثه وتزوجت نساؤه؟ بلى والله لقد ذاق الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب عليهم السلام. إحنا حديثنا الليلة حول أدوار الإمام الكاظم عليه السلام في السجن، وهذا شيء مهم جدا. قبل أن نتعرض لذلك نمر على مقدمة، وهي أدواره روحي فداء قبل السجن. ليش؟ لأن مدة إمامة الإمام الكاظم كم؟ 34 سنة إخواني. تولى الإمامة عمره 20 سنة، وبعد شهادة أبيه الصادق على زمن المنصور، خلنا نشوف على يد من وفي عهد من عاش المنصور الدوانيقي بعد شهادة الصادق 10 سنوات. المهدي العباسي ابن هارون 11 سنة، وكذلك الهادي العباسي أقل من السنة، وأشدها بقية زمنها بقية أيامه في زمن هارون العباسي 13 سنة وهي أقساها. هذه تقريبا 34 سنة عاشها بين هؤلاء. كم مدة السنين التي قضاها في السجون؟ هذا سؤال يطرح، ترى ماكو مدة محددة بالضبط، شوف الكتب التاريخية ما تذكر، اختلاف. قالوا 13 سنة، أقل بعد شوية قالوا 15 سنة، قالوا 17 سنة. خلينا ناخذ المعدل، المعدل 15 سنة تقريبا، بعد زايد ناقص ذاك أمر عند المؤرخين. 15 سنة من عمر إمام مو بسيط، بحيث قال البعض انتفت إمامته، لا فائدة من إمام مسجون نصف مدة إمامته، انتهى كل شيء، فلمن يرجع الناس؟ قبل السجن هناك أدوار، وأثناء سجنه في السنين التي ذكرناها وعدة سجون اللي راح نمر عليها شوية أدوار أخرى. انجي للمرحلة الأولى. المرحلة الأولى بعد شهادة الإمام الصادق روحي فداء، اللي كان على زمن أكو
انفتاح يعني، وخرج الآلاف من العلماء كما نعلم. والإمام الصادق هو الذي يعني شيد تلك الجامعة مع أبيه الباقر. الإمام الكاظم إخواني في البداية واصل التعليم والتدريس، فجاء الناس من كل حدب وصوب، ولقد رووا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ما سارت به الركبان وحمل إلى جميع البلدان. فتشوف أحاديث وروايات وعلم غزير روي عن الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر. إذن في البداية كان عنده مجال، فجاء الناس من كل حدب وصوب يأخذون من علم الإمام الكاظم عليه السلام. هذا دور. الدور الثاني زين العوائل، الفقراء، الأرامل، المساكين، اليتامى، الظن بني أمية وبني العباس إليهم يد في حفاظ الحفاظ عليهم ومداراتهم. لا والله، اقرأ سيرة أهل البيت عليهم السلام كاملة، تجد كل أهل البيت هذا الدور دور رئيسي لهم، بدءا من أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، وبعده الحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا. وين ما يحلوا ترى، وين ما يحلوا، مام الهادي مثلا اللي مرت علينا ذكرى شهادته، إجا إلى سامراء وإذا هو في النهار يعمل بمسحاته وفي الليل يمر على البيوت فيوصل لهم، فأحبه أهل سامراء وهو غريب عليه. الإمام موسى بن جعفر روحي فداه كان يقسم العطايا بحيث لا يعرف كجده زين العابدين عليه السلام، يسموه صاحب الصرار. شنو يعني صاحب الصرار؟ يخلي في صرة 100 درهم، 200، 300، 500 ويمر إذا نامت العيون، يطرق الباب تفضلوا، يمر عليهم تفضلوا، حتى قالوا إذا جاءهم لقد جاء صاحب الصرار. ولما عرفوا قالوا عجبا لمن وصلته صرر موسى بن جعفر، كيف يشتكي الفقر والفاقة. إذن هذا دور في مداراة الأسر المحتاجة. الدور الثالث الفرق الموجودة هذه، كيسانية ويهود نصارى ومتزندقة وخوارج ومثنوية وأديان ومذاهب مختلفة، من هو اللي يرد عليهم؟ زمن أبوه الصادق كان الإمام الصادق سلام الله عليه، مثل الملحدين مثل أبو شاكر الديصاني والبصري وابن أبي العوجاء، دولين أحدثوا في الدين أمور بحيث الناس تركوا الدين لولا الإمام الصادق عليه السلام، غير الفئات الأخرى. كذلك في زمن الإمام الكاظم كان هو بأبي وأمي يفحمهم بالدليل القاطع ويدلهم على الدين الإسلامي الحنيف بالدليل من القرآن من السنة من كتبهم. إذن هذا دور آخر عظيم. وهناك وقت له للعبادة، نسمع كثير الطامورة ويسجد سجدة من الصبح، والأخ العزيز كان يقرأ من شوية يقول ينفتل من صلاة الصبح فيسجد سجدة لا يرفع رأسه إلا عند الزوال. تظن هذا شيء بسيط يعني، أو هذه العبادة يعني عن طريق معجز مثلا؟ لا، أي الأشياء ما فيها معجز. أنا وإنت خلينا نسجد ساعة، شوف ناس يسجدوا أثناء مثلا قراءة دعاء كمين، يسجد في أثناء قراءة دعاء أبي حمزة، لكن يسجد من الصبح إلى الظهر من يتحمل؟ ممكن تقول لي لأنه يعني عنده وقت وخالي ما عنده شغل فيسجد. جرب أنت، جرب اسجد ساعة وشوف شلون راسك يدور، شلون أعضاءك توجعك، متى تريد ترفع راسك. يعني من الصبح إلى الظهر كان أقلها 6 ساعات، ومو يوم واحد، كل يوم. هذا إخواني مو لأن مسجونها، قال المؤرخون قبل أن يسجن الإمام يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أول الليل، إذا صلى العشاء يدخل المسجد
فيصلي ركعات فيخر ساجدا لا يرفع رأسه إلا عند قبيل أذان الفجر. هذه عادته. فإذا حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة في السجن صحيح هو كان يسأل الله عز وجل: إلهي لطالما دعوتك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد ولك الشكر. زين، هذه بعض أدواره قبل السجن. نأتي إلى المرحلة الثانية أثناء السجون. احنا قلنا على يد 14 وقاس الأمرين طوال 34 سنة. هذا سؤال يطرح ونسمعه من الخطباء: كم عدد السجون ولماذا يتنقل من سجن إلى سجن؟ لازم تعرف هذا أول قبل أن نبدأ الحديث المتواصل. عدد السجون قالوا 4 قالوا 5. خلينا على 4 المعروفة وهذه اللي تذكر في التاريخ ونسمحها على المنابر. وين ولماذا يغيروا؟ خبنا بتسجن واحد، اسجن في سجن واحد 15 سنة متواصلة مثل ما يصير يا بعض المسجونين، متواصلة في مكان واحد. لماذا ينقل من سجن إلى سجن إلى سجن إلى طامورة؟ لماذا؟ أولا في سجن البصرة على يد من؟ أشخاصه من المدينة، أخذ هارون من على قبر رسول الله أمام الناس والإمام يبكي يتوسل وأهل المدينة يبكون، فسحبه هارون وجلاوزته وأخذوه سحبا روحي فداء. كلهم مطرودين، يعني مو يعني راحين برغم منهم أبدا، ما يريد يفارقوا وطن النبي، ولكن لقصة معروفة قالها هارون إجي يسلم على النبي متبخترا من ضمن الأسباب، يعني قال: السلام عليك يا ابن العم يا رسول الله. يفتخر أن النبي ابن عمه لأنهم أبناء العباس عم رسول الله. فإجى الإمام الكاظم قال: السلام عليك يا أبتي. والأب أقرب من العم، شاف الناس ينظروا يمين شمال، قال: من أين تدعون بأن رسول الله أبوكم؟ قال: أعذرني. قال: لا، هو ابن عمي لكن أبوكم شلون؟ قال: لو نشر رسول الله ورجع وخطب إليك أو منك ابنتك كريمتك أتزوجه؟ قال: بلى، ولي الشرف على العرب والعجم. كيف بعد رسول الله يخطب بنتي وما أزوجه؟ قال: أما أنا فلا يخطب مني ولا أزوجه لأنه ولدني ولم يلدك. فقال هارون: يا رسول الله إني أعتذر إليك عن أمر أنا فاعله، إني عزمت أن أأخذ موسى بن جعفر وأحبسه لأنه أوشك أن يوقع الفتنة بين أمتك، فخذوه. وسحبوه إلى بغداد، بل إلى البصرة على يد حسان السلام. من هو هذا السجان الأول؟ السجان الأول حفيد المنصور. يخفى عليك المنصور بعد اللي فعل ما فعل بالإمام الصادق عليه السلام، منصور الدوانيقي: يوم مات المنصور فتحوا الخزائن وإذا فيها رؤوس معلقة، هياكل عظمية للعلويين، بنى الأسطوانات عليهم لأساسات المنازل. فهذا حفيده شارب للخمر، قاسي ناصبي من أحفاد المنصور الدوانيقي، عيسى ابن جعفر ابن أبي جعفر المنصور. فأودعه عنده مضيقا عليه أشد تضييق، وهارون قال له بعد خذ حيفك، ولكن شاف هذا الرجل اللي قالوا عنه يريد خلافة، ما يريد خلافة، هذا ما يريد كرسي، شأنه العبادة، شأنه في الليل قائم في النهار صائم لا يتكلم مع أحد، شأنه فقط يعبد الله ويسبح والحيطان تجاوبه. فقام وسع عليه، رفع عنا اللي عليه كان من تعرف التضييق، فكتب إلى هارون قال: هذا الرجل لم أرى فيه شيء مما تقولون، رجل عابد ناسك صايم مصلي. قال له: يا عيسى إني أطلب منك وأأمرك أن تقتل هذا الرجل. قتله، بعد أمر الأمير شلون يعصيه؟ اقتله اقتله. فجمع أشراف قومه قال: لقد جاء هارون برسالة يطلب مني أقتل موسى بن جعفر. قالوا: لا تفعل،
هؤلاء أهل بيت ما تعرض إليهم أحد إلا ورأى العقوبة آجلا، الآن عاجلا يراها، فكتب إلى هارون: لا والله لا أفعل، فإن لم تأتي وتأخذ موسى فإني عزمت على أن أطلق سراحه. ليش؟ إذا عيسى ابن جعفر ابن أبي جعفر المنصور القاسي الكذا تكهرب لغتنا الدارجة وشاف عبادة الإمام وكتب عن صلاح الإمام، كذلك السجان، كذلك الناس الذين سمعوا عنه، فالإمام قدوة خارج السجن وداخل السجن. فأخذه إلى سجن الفضل بن الربيع وأمره أن يضيق عليه. وأيضا هنا الإمام سلام الله عليه بنسكه بعبادته إهنى حليف السجدة الطويلة اللي بانت هنا، اللي هارون ما ترك الفضل بن الربيع يجي كل ما بين فترة وأخرى، فيصعد على السطح فيرى ثوبا تحركها الريح، يقول له: يا فاضل، ما لي كلما أتيت إلى السجن رأيت هذه الثوب، ألا ترفعها؟ قال: يا أمير حقق النظر. قال: لما؟ قال: ليست هذه بثوب، وإنما هذا موسى بن جعفر. كل مرة أجي وهالحركة ما يعني ثوب، كأنها ثوب تتحرك من الريح. قال: يا أمير، إن له سجد بعد صلاة الصبح لا يرفع رأسه إلا عند أذان الظهر. ما ذنبه؟ شنو ذنبه؟ قال: إن ملكنا لا يستقيم إلا بذلك، فضيق عليه. لا والله الفضل بن الربيع ما ضيق عليه. فكان الإمام يدعو بذلك الدعاء: اللهم نجني من سجن هارون وخلصني من يده. هذا دعاء يدعى الليل عندك حاجة، تدعو بدعاء الإمام موسى بن جعفر: يا مخلص الشجر بين رمل وطين، يا مخلص النار من بين الحديد والحجار، يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، يا مخلص الجنين من بين المشيمة والرحيم، يا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء، خلصني من سجن هارون. بعد دعاء الإمام ما يرد، وفعلا أطلق سراحه، لكن ما رجع للمدينة، ها أطلق سراحة وخلاه أيضا مراقب وين؟ في بغداد. ثم أودعه سجنا ثالثا، لاحظ سجن 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 ماكو راحة، فأودعه في سجن الفضل بن يحيى البرمكي. البرمكي يعني شنو؟ من البرامكة. البرامكة فيهم ميل للشيعة، فيهم ميل لأهل البيت، وهارون ضيق عليهم أشد تضييق، بل قتل منهم من قتل وسجن منهم من سجن. فأمر هذا الفضل ابن يحيى البرمكي أن يضيق على الإمام، لكن كل ما يريد يضيقون عليه ما يقدرون، يروا الإمام في صلاح وهدى، والسجانون افتتنوا، إلى أن أودعه في طامورة السند ابن شاهد. هذا اللي اسمعوه، طامورة شنو؟ في عندك أي هالأيام تشوف قبو، والقبو يعني تعرف كم من عتبة تحت الباب تحت الأرض اللي فيها أحيانا مجالس حسينية، أحيانا يصير واحد في بيته قبو. هذا القبو خليه، هذا لا شيء مقارنة مع الطامورة. طامورة يعني ثلاث أربع مرات مثل القبو، ثلاث أربع مرات مثل القبو. شوف القبو تنزل لعتبتين أو درجين، هذا ثمانية أو عشر أدراج تنزل تحت الأرض بحيث لا يوجد فيها منفس للهواء. هذه طامورة السند ابن شاكر. وفوق هذا وضع في رجليه 30 رطلا من الحديد في يديه ورجليه، وظلام، فيستدل السجانون على حركة الإمام بخشخشة الحديد والسلاسل. الله، احنا في حتى طامورة
السجانون أيضا افتتن، ما نقول افتتنوا بل اهتدى لنسك الإمام ودعاء الإمام وعبادة الإمام. اخت السندي بشار مولى السندي طباخ السندي، سندي من القساة من النواصب من الحاقدين، أذول كلهم رأوا في الإمام أشياء لم يعهدوا، حتى قالت أخت السندي خاب قوم تعرضوا لهذا العبد الصالح. إذن فالإمام في السجن وله أدوار القدوة الصالحة، وكذلك الإمام عند يا إخواني وكلاء مثل يونس ابن يعقوب في المدينة، مثل عثمان ابن سعيد الرواسي هذا أيضا في مصر، عند أحمد ابن أبي السراج، عند المفضل، هذول تريدهم مسائل أخماس هدايا، الإمام من وراء الستار كان يأمرهم أن يوزعوا على المحتاجين أثناء السجن، ما نسى الفقراء ما نسى العوائل، وكذلك يجيب على الاستفتاءات التي ترده. إذن فقام بدوره كدور ثاني بأن يلتقي من وراء الستار على ما يقدمه له الشيعة، فإما مساعدات أو مجاوبات على استفتاءات، هاي اثنين. ثلاثة، العلماء يأتون له من كل المذاهب مسموح لهم. فكتب موسى ابن إبراهيم المروزي كتب كتاب من تأليفه عن الإمام داخل السجن، علوم شتى، إجابة استفتاءات، شرح للآيات، أمور كثيرة في العقيدة في الدين في النبوة في إلى آخره. وهذا الذي هو كان المعلم إلى ابن السندي ابن شاهد، فشايف شلون مع أنه مضيق عليه إلا أنه يلتقي بالعلماء فيعلمهم العقيدة الحق. أنا بسرعة قاعد أتكلم لأن أراقب الساعة، عندي شغل في وفاة الإمام سلام الله عليه. أيضا يخرج عن طريق المعجز، وهذا الكلام بالنسبة لك كمستمع معجب، يعني مو أول مرة سامع عن البيت عندهم الكرامات والمعاجز، كالإمام الرضا وين استشهد، وين مو في خراسان، شي يقول أبو بصير يوم إجا غلام دخل عليه قال من أنت من أين أتيت من الذي فتح لك الباب، قال الذي جاء بي من المدينة هو الذي فتح لي الباب، أنا إمامك الجواد. وين الجواد في المدينة وخراسان لا طيارات ولا شيء، لحظ البصر وإذا هو في خراسان. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يأتي على ضوء القمر في الليل من الكوفة، لحظ البصر وإذا هو عند بني أسد فيدفن أباه. وعلى هذا فقس كل الأئمة عندهم كرامات، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يعلم عنه السندي ابن شاهك أنه يخرج مرات ومرات يخرج من السجن. خذ هاي القصة اللي تنقل ابن السكيت مع البرجي، واحد يسموه دونين قاعدين يتحدثون في مكان قرب الزنزانة مالة الإمام، يتكلمون عن العربية شلون اللغة العربية شلون كلماتها شلون تصاغ الجمل، أكو واحد يسمعهم من محبي أهل البيت وشيعتهم قال لهم أنتم في حاجة إلى أن تقوموا دينكم من أن تقوموا لغتكم، قالوا ما تقصد، قال أقصد أن يكون حديثكم عن أئمتكم عن سادتكم، قالوا ومن تقصد بإمامنا، قال إنه ما بينكم وبين إمامكم إلا هذا الجدار، أتقصد هذا الحجازي؟ قال بلى، اسمع أخواني، قال والله إنه ليسمع حديثكم وكلامكم ولو شاء لكان معكم فأجاب على أسئلتكم. شو تقول بيننا وبين الجدار ويسمعنا ولو شاء كان بيننا؟ يقول بينما نحن كذلك وإذا برجل أقبل علينا وجهه كضوء القمر يمشي الهنيئة، سلم علينا فأخذتنا هيبته ثم قال أنتم تحدثتم عن كذا وعن كذا وعن كذا، فمن عنده سؤال فليتفضل.
قال فتناوبوا يطرحون عليه المسائل وهو يجيبهم والإمام بعد الإمام لا يحجبه سجن أو سلاسل أو جدار أو هو حجة الله على الوجود وعندهم الاسم الأعظم وهذا خاصين من عنده. لحظة وإذا السند بن شاحك دخل عليهم مغضبا فأخذ الإمام من كتفه قال وأنت يا موسى بن جعفر كم وكم تترك السلاسل وتخرج من بين الأبواب فلا يراك أحد من السجانين، فلو أنت هربت إلى بلدة كذا وكذا أحب إلي مما تفعل، ما تريد يا موسى أن يفعل بي السلطان؟ أتريد أن يقتلني؟ فأخذ الإمام سحبا وأرجعه إلى تلك الطامورة. لاحظوا هاي واحدة من كثير زين، خذ هاي المعروفة. يقول إلى المسيب، مسيب هذه دارة مالت السندي ابن شاهد، قال يا مسيب اعلم بأني نعيت لي نفسي وبعد 3 أيام ألحق بجدي وأهل بيتي. فبكى المسيب قال لا يا ابن رسول الله أنت إمامنا. قال لابد أن يكون، اسمعوا أخواني، قال وإني ضاعن إلى المدينة في سواد هذه الليلة. كيف ولماذا؟ قال لكي أوصي لابني الرضا بالوصايا. قال سيدي أنت في السجن ومغلل بالأغلال. قال يا مسيب أضعف إيمانك بالله وبنا أهل البيت؟ أهل البيت عندهم الاسم الأعظم يا ولا. قال معذرة يا مولاي ولكن هذا الأمر يعني يصعب فهمه. يقول لا عليك. يقول فغاب عن عيني فرأيت السلاسل والحديد هي مرمية في السجن، ومضى الإمام إلى المدينة وضم ابنه الرضا إلى صدره وأوصاه بما يوصي كل إمام لابنه، ومن ضمن الوصايا أن يغسله ويكفنه ويشيعه، ومن ضمن ما قال يا البني بني علي ولا ترفع هذه السلاسل والحديد من رجلي بل ادفني بغايا لكي ألقى الله وألقى جدي رسول الله، فأشتكي ما لقيت من غارون ومن أذنابه. فوقف المسيب ينتظر خوفا من ألا يعود الإمام فيقتل. ساعة جاء الإمام ووضع السلاسل في رجليه وفي يديه. دخل عليه علي بن سويد فرأى الإمام متغير اللون. قال سيدي ما بالك؟ قال يا علي بن سويد انظر إلى هذه الفجوة. أكو فجوة، الإمام يرقى على مرتفع فيتنفس الهواء مثل ما قلت لكم طامورة تحت الأرض. يقول أتنفس الهواء فشعر بي السندي فلطمني على وجهي أين المنادي وإمام سيدي؟ بعد أنت أهل بيتك بعد ضربوا وسحبوا وجرى عليهم. قال يا ابن سويد أنا ما أبكي على صفعة، اسمح لي أي ما تقال على المنابر. قال صفعني على وجهي وشتم أمي فاطمة. قال سيدي لقد ضاقت صدورنا فمتى الفرج؟ قال يا ابن سويد لقد قرب الفرج. يا جماعة 15 سنة غايبين ومو متحملين، احنا كم سنة غايب امامنا؟ كم سنة ننتظر؟ علامة علامة راعي الثار ما يظهر، علامة علامة وينشر لليتانونة، علامة نسب امتون عماته، علامة لابن عند الرجس راح انسبيه. والنا لزينب لابن عند الرجس
الناس راحة يا يا أنسبي يا 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 يا. قال يا ابن سويد امضي وبشر الشيعة فلقد قرب الفرصدك مولاي. متى؟ قال فلينتظروني يوم الجمعة ضحى. وين بالضبط؟ قال على جسر الرصافة من بغداد هناك انتظروني. راح علي بن سويد فرحان مثل ما انت ترتقب حبيب متى يعود، يطق الابواب يدقها وباب بعد باب، البشارة البشارة امامكم يخرج. متى؟ قال لهم انتظروه انشروا الزينة يوم الجمعة على جسر الرصافة. يلا يا نساء تكحلت النساء تزينت شكت الرياحين علقوا الزينة فصارت النساء تقسم الحلوى يمينا وشمالا. الله أما السند بن شاقك فلقد أوعز إلى السجانين أن يقدموا لإمامكم تمرا ورطبا مسموما مع ما جرى عليه من الضيق. قدم له الرطب الأولى أكلها، الثانية الثالثة الخامسة السابعة، أكمل عشرا من الرطب، أعطاه الحادي عشر وإذا الإمام يتلوى. قال حسبك فلقد تقطعت أحشائي في جوفي. تعرفوا إخواني السم وما يعمل يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى حبيب، يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى مهدئ. أبدا أبدا صار ينازع سكرات الموت في تلك المطامير، والسجانون يضحكون ويهزؤون، فطال مكثه يتقيأ كبده قطعة بعد قطعة. فأمر اللعين أن يلف الإمام في سجادة، فلفوه في السجادة، قال اجلسوا على وجهه وكزوه بالسيوف. فجلس السجانون على وجهه ووكزوا جسده بالسيوف، إضافة إلى السموم حانت وفاته. ليش ما تصيح وإماما؟ ليش ما تصيح وسيدة؟ خلي قلبك بالكاظمية. وفاضت روحه أيوة إماما. رحم الله من نادى ومسموما، رحم الله من نادى وسيدا وغريبا، فبقي في السيء عليه ضاق الهوى ومل من حياته. ابطام ورما يعرف بيها وقت الصلاة إلى أن بالسجن صارت وفاته. والله إلى أن بالسجن صارت وفاته. وويلا عظم الله أجوركم. اجتمع الشيعة على جسر الرصافة والكل يهنئ الآخر. ساعة فتح باب السجن اشرأبت الأعناق، من يخرج الإمام في أحسن زينة لابس جديد الثياب لكي نسلم عليه ونشمه ونضمه ويضمنا، وإذا بأربعة من الحمالين يحملون جسدا نحيفا، ومن خلفهم رجل خامس يحمل السلاسل والحديد. المنادي وإماما جاءوا به على جسر الرصافة من بغداد، فصاح المنادي ألا من أراد أن يتفرج. الكلمة ما تظهر من فمي منذ أن خدمت الحسين، هذه ما تقال، هذا الطيب ابن الطيبين.
فإذا الناس ينظر بعضهم إلى بعض ما لنا شغل، أنا واحد متوفي. يقول وإذا علي بن سويد شاف له واحد طبيب نصراني قل له ألا تكشف لنا أمر ما كشف عن وجهه، وإذا هو الإمام موسى بن جعفر. عزيك يا حيدر في موسى بن جعفر، ريتك إلى تيحضر عليك هذه وتشيل شيال، وتشيل شيال مرمي بجسر بغداد ومغلني بلاد ياد، جنى علي السجاد ما شال واغلى آل كل الخلق حجة وسفى صباح فرجة آي 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 وذوب المهجة. يا علي لا تنظر الحق وويلا مطروح بين الناس وتتفرج الأرجاء يا 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 بس مقطع الراس ومطحون أوصال. يلا وين الحسينيون الليلة وحسين في الغابرة يدوس الشمر وويلاه وويلاه، وحسين في الغابرة يدوس الشمر صدرا يا يا بسيفي حزن أحرى يا وتشوف غيح يا يا وعلجنا يا زت بن سويد وياك الطبيب يقل لي أخذ إيده يشمها وارتفع منه النحيب يقل لي هذا من عشيرة لو بلدتكم غريب يقل له هذا من عشيرة أهل بلدتكم غريب بالعبى ملفوف ويصيح الخطيب من يحب يتفرج جنازة غريب رافضي يقولون ما عنده قريب أين المنادي وإماما وسيدا. ثم حملت الجنازة من قبل رجال سليمان ما حلى مشية الشيعة من وراء نعش الإمام ناشرين الروس كلهم والزلم تلطم لها أعلى إمام في السجن مات ما حد غمض هذا تحفظ البيت وعن غريب الغاضرية وإن غابت شيء ليش ما ترفع صوتك ليش بعد عندنا دقيقتين ثلاث وعن غريب الغاضرية ليش ما حضروا قبيل مدوس الأعاد جثتايا واسمعوا زينب تنخيل من يشيل جناز مرمي فوق الثرى عاري دامي محزوز الوتي. عندي لحظة هذه
المعصومة في المدينة، أولاده في المدينة، غاب الرضا مثل ما غاب زين العابدين. رجع الإمام الرضا حزين كئيب بعد أن وراء أباه، وإذا المعصومة تركض حضنت الرضا، جايب أخبار من أبوي. ألف يا مرحبا، ألف يا مرحبا بخويا وضي العين، ابن الأبو جايب أخبار الغايب إلى سنين. قل لي خويا 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 بعد في طامورة ومغلول اليدين، يا ليت عنا هالسلاسل يرفعوا. متحمل شي يقول الرضا ضمها على صدره وجرى دمعه بخده، قالها قضايا اختي ابونا بسجن وحده، قالها قضايا اختي ابونا بسجن وحنا يا السلاسل يا معصومة خلوها بيده، هذا يرف سيف كبدته قطعه. قالت شعبة الروح قل لي شلون شالو شالو، قالها بسجادة يا بعد الروح لفاه وبرجونهم صاروا يا معصومة يرفسوه ليت اشتراهم يوم جثته يوكزوه. سلبوا يا خيه سلبوا يا خيه بردته وخلوه مكشوف مكشوف، وظلت الأعدى حال جسم الطاهر تشوف. اوالي هذا يرفسه وذاك يوكز جسمه بسيوف. صح ونادي وإماما السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامع. شافي مرضانا يا الله، رد كل غريب إلى أهلك، اقض حاجة كل محتاج، تقبل من المؤسسين عملهم أحسن قبول، وارحم موتاهم لا سيما والد أخونا السيد وأسلافهم جميعا لهم جميعا وموتى الحاضرين والعلماء والشهداء. الفاتحة مع الصلوات.